أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم في حلقة جديدة من الصحافة. اليوم استعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية. أبدأها بصحيفة الأيام المحلية والتي عنونت الأخبار التالية: أمين عام الأمم المتحدة، الحل بحوار يمني شامل. جريفيث يلتقي قادة الأحزاب في الرياض قبل لقائه علي ناصر محمد. لأول مرة لم يسمي المرجعيات كحلول الأزمة عقب عودته إلى عدن بن دغر، يتعهد بمعالجة ملف الخدمات والتقدم بحلول عادلة للقضية الجنوبية. صحيفة أيضا: الإصلاح يأبى أن يكون داعما للشرعية وجهودها العسكرية. تراشق بمجلس الأمن موسكو أمريكا لا تستحق العضوية. واشنطن أنتم السبب في الوضع الحالي. أما وكالة خبر للأنباء فعنونت الأخبار التالية: واشنطن تعلن تدمير الأهداف المحددة في سوريا وانتهاء الهجمات المشتركة. قصف جوي كبد الحوثي خسائر فادحة بالحيمة في صنعاء. قصف جوي استهدف مواقع وتجمعات الحوثيين في مديرية التحيتة بالحديدة. أكثر من 10 قتلى وجرحى من الحوثيين بينهم صاحب التاريخ الأسود في البيضاء. اليمن الدولي للسلام يشدد على ضرورة لقاء لجنة الخبراء بشهود وضحايا ديسمبر. وفي تفاصيل الخبر: بحسب بيان الفريق حصلت وكالة خبر على نسخة منه، فإن اللقاء يأتي لعرض تقارير الفريق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني منذ سنوات خاصة، وأن لجنة الخبراء هي المعنية بكشف ذلك والرفع بتقرير مفصل إلى دورة شهر سبتمبر 2018 وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان. وأكد رئيس الفريق المحامي محمد المسوري بأن اللجنة أمامها مهام كبيرة ويجب عليها أن تستمع لأكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود، ولا تقتصر زيارة ممثلي اللجنة لبعض المناطق دون الأخرى. وشدد المسوري على ضرورة إيجاد حلول تمكن الضحايا والشهود من مقابلة اللجنة في ظل القمع والاعتقالات والتهديد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنع الضحايا تحديدا والشهود من الوصول إليهم، مع أهمية متابعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الميليشيا الحوثية وضرورة إلزامها بتسليم جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقدم لهم نسخة من التقرير الصادر عن الفريق تحت عنوان الجمهورية اليمنية والجرائم المنسية. موقع نيوز يمن وفيه: ميليشيا الحوثي تلزم الإعلاميين حضور محاضرات لعبد الملك الحوثي. السعودية تعترض صاروخا باليستيا جديدا أطلقته الميليشيا الحوثية على أراضيها. مقتل طفل في قصف عشوائي للحوثيين على منزل في تعز. العرادة يقول أن مأرب مستهدفة من ميليشيا الانقلاب ومن تنظيمات الإرهابية. خطبة الجمعة في مساجد الإصلاح تحرض على العميد طارق عفاش. أما موقع يمن فويس وفيه: زعيم الحوثيين يقول جماعته تطور قدراتها العسكرية. موقع الرقيب بريس: تحقيق برلماني مع ماكرون بسبب الحرب في اليمن وعدن الغد وفيها: ترامب ستستمر الضربات على سوريا حتى تتوقف من استخدام الأسلحة الكيماوية. تواصل استقالات المسؤولين في سقطرى اليمنية ومصادر تكشف الأسباب. أنتقل إلى مقال للناقد والمحلل السياسي علي البخيتي، حمل عنوان: من يتابع دعوات الإصلاح للتظاهر في تعز يدرك سبب سقوط الدولة بيد الحوثيين. نتابع. من يتابع دعوات الإصلاح للتظاهر بتعز يدرك سبب سقوط الدولة بيد الحوثيين. هناك أطراف تحمل من الحقد ما يجعلها تفضل حكم الإمامة على مشاركة بعض خصومهم في شرف قتال سلطة كهنوتية أذاقت اليمنيين دون استثناء سوء العذاب. تلك الأنفس المريضة سبب نكبة اليمن. من يتابع دعوات الإصلاحيين للتظاهر ضد طارق صالح بتعز يدرك لماذا سقطت الدولة والعاصمة في يد عصابة الحوثيين. أهلا بكل من سيشارك في قتال الحوثيين وبهدف استعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري. بعد إسقاط سلطة الحوثيين سنواجه أي مساع من أي طرف للاستئثار بالسلطة، وأعتقد أن الجميع وبعد هذه التجربة المرة أدركوا أن اليمن لن تحكم إلا بالشراكة في المرحلة الانتقالية، وبعدها الحكم للصناديق. ندعو قيادة حزب الإصلاح بتعز للتبرؤ من تلك الدعوات المشبوهة للتظاهر ضد العميد طارق محمد عبد الله صالح والحرس وهم يزحفون لمقاتلة الحوثيين. حري بحزب الإصلاح تحديد موقف واضح ما لم سنعتبر الدعوات صادرة عنه وهو من يحشد لها
ويمولها. أنتقل إلى الصحافة العربية، والبداية بوكالة سبوتنيك الروسية، وفيها قوات الدعم السريع السودانية ترد على مطالبات الانسحاب من اليمن. 39 غارة للتحالف العربي على 3 محافظات يمنية. ولايتي يحذر السعودية من الاستمرار في حرب اليمن. أما صحيفة اليوم السابع المصرية، وفيها فتح السفارة الإيرانية في اليمن دليل على ارتباطها بالحوثيين. اليمن والتدخلات الإيرانية والمواقف المطلوبة. صحيفة اليوم الخليجية، وفيها عسكريون وقبليون يمنيون عاصفة الحزم أفشلت مخطط نظام إيران. قمة شرم الشيخ تبنت عاصفة الحزم لاستعادة شرعية اليمن واستقلاله. أما إذاعة مونتكارلو، وفيها الرسم المفتوح إحياء لقيم السلام. موقع قناة سكاي نيوز، اليمن تأمين شواطئ بحر العرب بدعم من التحالف. صحيفة الوطن، مصطفى السيد توقيع اتفاقية إنشاء مركز للقلب في اليمن خلال أيام. مقتل مصور صحفي يتعاون مع وكالة فرانس بريس في اليمن. أما صحيفة بوابة فعنوانها التالي: مستشار خامنئي على السعودية الخروج من اليمن بأسرع وقت ممكن، والحوثيون أقوى من السابق. شبكة باريس نيوز العالمية، وفيها كاتب يمني يكشف فرص الحل السياسي في اليمن. صحيفة ميدل إيست أونلاين، وفيها الحوثيون لم يقرأوا التاريخ، الحوثيون يثبت يوما بعد آخر انغلاقهم، فمن المفيد التذكير أن شعورهم بالخوف من الآخر وعمق الشكوك بالمختلفين معهم يضاعف من عزلتهم الشعبية خارج الساحة المذهبية التي ينتمون إليها. وكالة قدس بيرس العالمية، وفيها قيادي إصلاحي يدعو الحكومة أن تعود إلى عدن بكامل منظوماتها السياسية. أما صحيفة الشرق الأوسط ففيها هزائم الحوثي تدفعه إلى إطلاق شتائم ضد الشعب اليمني. مقتل إعلامي وإصابة زملائه بصاروخ للميليشيا شمال البيضاء. قناة أخبار الآن، وفيها السعودية تطالب مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثي. وكالة إيريون نيوز، وفيها رسومات بيانية للحديث عن الحرب المنسية في اليمن. وكالة هسبيريس، مصور صحفي يفارق الحياة قتيلا في جمهورية اليمن. القدس العربي عنوانة التالي: رئيس الوزراء يعلن من عدن أن 2018 هو عام الانتصار، والأحزاب تعلن دعمها لأي جهود لوقف الحرب وإحلال السلام الدائم. وكالة إيرام الأخبارية: اليمن إصابة مراسلي قناة يمنية في قصف للحوثيين. صحيفة الأيام الخليجية: قطر خارج الأجندة. التدخلات الإيرانية على طاولة قمة الظهران غدا. بندغر وفريقه الوزاري يعودون إلى عدن. من الصحافة العربية إلى الصحافة الأجنبية، والبداية من موقع صحيفة لوس أنجلوس: دروس الموسيقى ملاذ آمن في اليمن في ظل الحروب المستمرة. صحيفة ديلي جورنال أولدت العنوان التالي: مسؤولون يمنيون ضربات قوات التحالف تقتل 2 من أعضاء طاقم تصوير تلفزيوني في الحديدة. صحيفة ديلي ميلي: مقتل مراسل وكالة فرانس بريس في اليمن بقصف صاروخي حوثي. أما الموقع الرسمي للبنك الدولي فعنوان التالي: 50 مليون دولار لمشاريع الطاقة في اليمن على مدى 3 سنوات. موقع الإغاثة الدولية ريلف ويب طالعنا بالتالي: البنك الدولي يمول مشروع جديد للطاقة الشمسية لاستعادة الكهرباء لأكثر من 1 مليون يمني. وفي تفاصيله: أعلن البنك الدولي اليوم عن مشروع جديد لتمويل الأنظمة الشمسية خارج الشبكة في اليمن لتزويد الخدمات الأساسية الحيوية وتحسين إمكانية حصول اليمنيين الضعفاء على الكهرباء في المناطق الحضرية الريفية. وسيعتمد المشروع الجديد الذي تم تمويله بمنحة قدرها 50 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لأفقر بلدان العالم، على سوق الطاقة الشمسية التجارية الذي نما في اليمن على الرغم من الصراع، مما وفر المزيد من الدعم للاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل. أثبتت الطاقة الشمسية أنها الحل الأوفر لنقص حاد في الطاقة في اليمن. الهدف من المشروع هو استعادة أو تحسين الوصول إلى الكهرباء إلى حوالي 1.4 مليون شخص. كما سيمول المشروع الطاقة الشمسية للبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس. ومن موقعها الرسمي أيضا: لجنة حماية الصحفيين الدولية تدين قتل الحوثيين لصحفي القادر بهجوم صاروخي في اليمن. موقع مونتانا أورد التالي: منظمات عالمية تطالب مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة في اليمن من جميع أطراف النزاع. قبل أن أذهب إلى محاور النقاش، أذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود.
أهلا بكم. انتفاضة 2 من ديسمبر 2017 لا تزال ملفا شائكا في آخر تطورات الساحة اليمنية، يشوبها الغموض والتحفظ. ففي حين تفيد المعلومات عن تورط إيران وقطر مع ميليشيا الإرهاب الحوثي لاغتيال الشهيد صالح والأمين الزوكا وعشرات القيادات المؤتمرية والعسكرية والإعلامية ومواصلة عمليات الاختطاف والتعذيب بحق الآلاف من أنصار وأعضاء وكوادر المؤتمر، لا يزال المجتمع الدولي يعيش تخبطا مزدوجا مع الملف اليمني عموما وانتفاضة ديسمبر خصوصا. لمناقشة هذا المحور وغيره من المحاور ينضم إليه في الاستوديو المحامي والكاتب السياسي محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام. مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم. أستاذ محمد، دعنا نقف وإياك والمشاهد الكريم أمام أبرز ما وصلتم إليه في قضية اغتيال الشهيد صالح والأمين العام وبقية كوادر وقيادة المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية نعزي في الجريمة الأخيرة، جريمة اغتيال الإعلامي والصحفي عبد الله القادري، نعم، الذي اغتالته عصابة الحوثي الإرهابية، ونعزي الجميع طبعا في استشهاد الزعيم الخالد الرئيس علي عبد الله صالح والأمين الوفي المناضل عارف الزوكا. وأقولها صراحة في البداية أنه للأسف الشديد أن هذه القضية لم تؤتى حقها بالكامل، نعم، يعني لولا قناتكم الكريمة قناة اليمن اليوم ووكالة خبر والجانب الحقوقي الذي يقوم به فريق اليمني الدولي للسلام في هذه الجزئية لكانت القضية أصبحت ميتة. نعم. أتمنى من الجميع أن يعطي لهذه الجريمة جل اهتمامه. يجب أن تكون هذه جريمة العصر، جريمة اغتيال الزعيم والأمين، جريمة العصر. نعم. لم نجد هناك حراك. دعني أعاتب عبر قناتكم الكريمة قناة اليمن اليوم، أعاتب بعض قياداتنا الذين شغلهم الجانب السياسي عن هذه الجريمة. نعم. نحن نطالب بفعاليات وبمطالبات وبأنشطة تجعل هذه الجريمة حديث الساعة على مدار الساعة. نعم. يجب أن تقام هنا ندوات، يجب أن يقام مؤتمر صحفي، يجب أن تقام فعاليات تجارية، يجب أن يكون هناك تحركات دولية على مستوى واسع من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من مجلس حقوق الإنسان. نعم. للمطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة، بتدويلها. يجب أن تأخذ حقها كما أخذت قضية رفيق الحريري حقها. الزعيم علي عبد الله صالح لماذا قتل؟ لأنه دعا إلى السلام. نعم. سمعنا خطابه جميعا، دعا إلى السلام. إذن دعوته للسلام تؤدي إلى اغتياله، هذه وحدها تقتضي من الجميع أن نتحرك، تقتضي من المجتمع الدولي أن يتحرك. لكن للأسف الشديد أنا لازلت سأقولها عبركم أنه لازال لدي الأمل في بعض القيادات أن تتحرك. نريد أن نعقد مؤتمر صحفي كبير تحضره قيادة المؤتمر، تتكلم عن هذه الجريمة وعن بشاعتها وكيف قامت هذه العصابة الإرهابية باقتحام منزله. نعم. هو دعا إلى السلام، دعا إلى المصافحة والمصالحة، دعا إلى وقف الحرب، دعا إلى رفع الحصار، دعا إلى أشياء كلها سلام، دعا إلى أمان. لكن العصابة الحوثية الإيرانية أكدت أنها ليست مع السلام. لا تريد. أستاذ محمد، ما الجديد في هذه القضية؟ هل من ملف تحركت به مجموعة من القانونيين أو المحامين أو حتى قيادة المؤتمر أمام الوضع الدبلوماسي الدولي، روسيا، الصين، كما سمعنا عن تحرك دبلوماسي، موقف أيضا المجتمع الدولي من هذه القضية التي تعتبر أيضا قضية وطن؟ أسئلة أخرى تطرح نفسها، لماذا لم يتم حتى الآن إدراك هذه الميليشيا ضمن قائمة الإرهاب العالمية؟ يا سيدي الكريم، دعنا نتكلم بشفافية. الشعب اليمني يعني لا يريد أن نعطي له أخبار غير صحيحة، يجب أن نعطيه أخبار حقيقية. أنا في اعتقادي وفي علمي اليقيني أن هناك لا يوجد هناك تحركات. يعني نحن الآن بصدد مثلا في فريق اليمني الدولي للسلام أعددنا تقرير تحت عنوان جريمة العصر اغتيال الزعيم والأمين، أحداث ديسمبر الدامي، جرائم وانتهاكات. الآن هذا الكتاب سيصدر قريبا، يتكلم عن أشياء كثيرة، ما قبل ديسمبر وما بعد ديسمبر وما حدث وكيف تم الاغتيال. نعم. وهذا الكتاب سنستعرضه في ندوات قادمة وفعاليات، وسنعرضه على مجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة نهاية شهر مايو القادم. لكن المعول عليه أن تتحرك الجميع، أن لا يتوقف الجميع. أنا أشكركم وأحيي قناتكم التي تتحدث عن هذه الجريمة ليل نهار، لكن هذا الأمر لا يكفي، يجب أن يتحرك الجميع بأمانة، لأن الزعيم هو مؤسس المؤتمر الشعبي العام، هو باني اليمن الحديث، وبالتالي علينا ألا نقصر في حق هذا الرجل حيا وميتا. طيب، هذا الكتيب هل يعتبر وثيقة أو دليل يعني ممكن أن يحرك المياه الراكدة ويكون يعني طريق للوصول إلى المجتمع الدولي وفضح هذه الجريمة؟ الكتيب فيه أدلة جديدة، ويعني تكلمنا عن أشياء كثيرة لا يعلمها الجميع. تكلمنا عن جوانب الخيانة
من الذي خان ومن الذي تهرب ومن الذي وعد ومن الذي قال بأنه سيقوم بواجبه ثم تخلى في انتفاضة الثاني من ديسمبر. نعم. تكلمنا أيضا طالبنا أقول طالبنا في اختام إدراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية. تكلمنا عن الدورة الإيرانية والدورة القطري، أرفقنا فيه بعض المستندات المؤكدة أن هناك دعم قطري مالي لوزارة الدفاع بوثائق رسمية صادرة في شهر يناير 2018. نعم. يعني لدينا أدلة كثيرة جدا. أيضا لا تنسى أن هناك شهود عيان شاهدوا في مسرح الجريمة وارث الزعيم رحمه الله تعالى عناصر إيرانية تشارك في عملية اقتحام بيت الزعيم وشاركت في هذه الجريمة الإرهابية. هناك أشياء كثيرة جدا. نعم. نحن فقط بانتظار بعض القيادات التي ستحضر معنا في هذه الفعاليات. نشكر دور الشيخ سلطان البركاني، أقولها بصراحة الشيخ سلطان البركاني دائما سباك، وقد التقيت به على ونحن ننسق لهذا المؤتمر الصحفي وقد وعدني خيرا، لكن البعض يقول مش وقت، لا أدري متى وقت ذلك. الآن نحن الشهر الخامس تقريبا بعد هذه الجريمة ولم نسمع طيب شيء، متى هو الوقت؟ أستاذ محمد، ما مصلحة إيران وقطر لنتحدث أيضا ونعطي أكثر تفصيل، ما مصلحة إيران وقطر من اغتيال الشهيد الصالح وأمينه العام وكوادر المؤتمر الشعبي العام؟ ما الذي كان يمثله من خطر على هاتين الدولتين؟ طبعا نعرف أولا إيران أو نعرف أن إصابة الحوثي الإيرانية هي جناح من أجنحة إيران في المنطقة العربية، وتعمل على تحويل النظام اليمني إلى نظام ولاية الفقيه، وأن تصبح إيران هي المسيطرة على اليمن وعلى البوابة الجنوبية للوطن العربي. نعم. قطر معروف نظامها، أولا لها يعني هي لها أجندة خاصة مع الجماعة الدينية ومع الجماعة الإرهابية، هي الداعم الأول عالميا للإرهاب، وتعمل بشكل كبير جدا حتى مع المتضاد، يعني تدعم الإخوان وتدعم الحوثيين. نعم. بشكل كبير جدا، ولها يعني إدارة سيئة تدير هذا الملف، تريد أن تنتقم من السعودية. نعم. وتنتقم من الإمارات، تنتقم من لها حقد دفين على الرئيس علي عبد الله صالح، لأن الرئيس علي عبد الله صالح كان له مواقف قوية ضد هذا النظام، وهي عملت على محاربة الرئيس علي عبد الله صالح، ونعلم ذلك منذ عام 2011 وأحداث الربيع العبري. نعم. الذي دمر الوطن العربي بكامله ليس في اليمن بحد ذاته. لكن إن شاء الله يعني أنا هنا أتمنى من الشارع اليمني في الداخل أن يستمروا في حراكهم. هناك تحركات كثيرة نلمسها بالذات في الجانب النسائي في المدارس لإسقاط هذا النظام أو هذه العصابة الإرهابية. الشعب اليمني بحاجة إلى رفع معنويات، بحاجة إلى مشاهدة تحركات خارجية. نعم. يجب أن يكون للقيادات بالذات في الخارج الدور الأبرز، لأننا نعلم أن قيادات المؤتمر في الداخل وضعها صعب جدا بسبب السيطرة الحوثية. نعم. على معظم قراراتهم. طيب أستاذ محمد، برأيك هل في إمكانية لتحريك أيضا القضية خلال الأيام القادمة بالتوافق أيضا مع الملف العسكري اليوم الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ هل الشعب اليمني أمام أمل في دحر هذه الميليشيا خلال العام 2018؟ سمعنا عن تصريح لما يسمى بحكومة بن دغر أنه يتحدث عن 2018 عام النصر، هل هنالك شيء على أرض الواقع حتى نقول للشعب اليمني مزيد من الصبر مزيد من الصمود، أم أنها كلها يعني مراشقات إعلامية إن صح التعبير؟ أنا حسب علمي اليقيني أنه هناك تحركات كبيرة جدا. نعم. تحركات عسكرية، ونحن نلمس التحركات الأخيرة على أرض الواقع. العصابة الحوثية أيضا منهارة بشكل كبير جدا. نعم. لم يعد لديها مقاتلينها سقطوا، تحاول الآن فرض التجنيد الإجباري سواء على القبائل وعلى طلاب المدارس، وضعها صعب جدا جدا. أيضا عملية كشف التهريب، تهريب السلاح الذي يتم برا وبحرا وجوا، بدأت تصل إلى المحافل الدولية. يوم أمس أنا كنت في بيروت واجتمعت بلجنة الخبراء، منسقة لجنة الخبراء الأستاذ رويد الحاج والأستاذ شوقي سيف النصر المختص بملف أحداث ديسمبر، وطرحت لهم حقائق وأدلة وبوثائق عن عمليات تهريب السلاح والمال. نعم. للعصابات الحوثية، وطلبت منهم أيضا أن يتحركوا في هذا الجانب تنفيذا للقرار 2016 الذي منع تهريب السلاح. إذا تم منع هذه الأمور ستكون العصابة الحوثية في وضع محرج جدا، لن تتمكن من الاستمرار في القتال، وعلى الجميع الآن أن يصطفوا. يجب أن نترك المهاترات الجانبية وننساها ونغلقها الآن إغلاق نهائي إلى حين الخلاص من هذه العصابة، وبعدين لنا لكل حدث حديث.
طيب استاذ محمد، هنالك من يتحدث ان الميليشيا الحوثي اصبحت ورقه دوليه لمآرب اخرى لدول كبرى، منها صفقات السلاح وصفقات ماليه تفوق العقل والمنطق. بمعنى هذا، هل نحن امام خارطة الطريق بعيدة المدى، أم أن فعلا ميليشيا الحوثي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاندحار والانكسار؟ هذه حقيقة فعلا، أنه طبعا المجتمع الدولي وخاصة بعض الدول العظمى هي تسعى إلى أن تبقى المنطقة في اكتتال واشتعال لكي تستمر في تجارة السلاح الذي تقوم بتصنيعها. المشكلة لدينا نحن في الداخل، المشكلة كما قالها ولد الشيخ وأعيدها وأكررها، أن هناك من يعتاشون من وراء الحرب، هناك مكونات أو أحزاب أو شخصيات مرتاحة جدا للوضع القائم وتستمر في الاستنزاف وفي التجارة وفي استثمار هذه الحرب. متى ما خلصت النوايا، أقولها بصراحة، متى ما خلصت النوايا لدى الجميع للقضاء على هذه العصابة، فعلا لن تحقق هذه الدول أي نتائج من أهدافها فيما يتعلق بالاستمرار في الحرب. علينا أن ننقذ الوطن، علينا أن نغلب المصلحة الوطنية قبل مصالحنا الشخصية. وأعتقد أن هناك تحركات جادة من بعض القيادات ومن بعض المكونات، وإن شاء الله نسمع في القريب العاجل عن نتائج طيبة بإذن الله تعالى. طالما وكافة القوى الوطنية والمكونات السياسية عدوها أصبح الآن وعدو الشعب اليمني الحوثي ومن تموله إيران وقطر كما ذكرتم، ما الذي يمنع من توحيدها للجبهة السياسية والجبهة الإعلامية والجبهة العسكرية لتصبح ثلاث جبهات أمام عدو واحد يسهل ضربه بسرعة وإنقاذ الشعب من هذا المأزق؟ طبعا أنا التقيت ببعض قادة المكونات السياسية هنا وفي الأردن وفي أماكن أخرى، وتحدثت عن ضرورة الاصطفاف الوطني وأن يكون هناك لقاءات مع المؤتمر الشعبي العام. تعللوا، وأقولها بصراحة، تعللوا، يقول معاه من نتكلم في المؤتمر الشعبي العام.